طفل الربيع تحية وسلاما، واسجد لربك صانع الأيام. إن الربيع ربيع القلوب فاعتبر، ليس الربيع قصائدا وكلاما. يا ربيع القلوب. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أوصيكم معشر الإخوة الأفاضل بتقوى الله، فإنها ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الأكارم، سبق في حصة سابقة أن تكلمنا عن المنجيات، وقلنا إن أول منجية تجعل الإنسان المسلم ناجيا أمام ربه من هول يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، العدل في الغضب والرضا. وقد تكلمنا بما فتح الله به، فأسأل الله عز وجل أن يكون قد وصل الخير إلى قلوب الناس. الأمر الثاني ما ينجي الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. إذن الأمر الثاني هو القصد في الفقر والغنى. ما المقصود أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم القصد في الفقر والغنى؟ لا شك أن القصد من الاقتصاد، وله معان عدة، النية وما شابه إلى غير ذلك. فكأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا ابتليت بالمال أو بالفقر، وكلاهما ابتلاء، فعليك أن تقتصد في حالة غناك وفي حالة فقرك، لأن هذه الدنيا ممر إلى الآخرة. الدنيا قنطرة، اعبروها ولا تعمروها. فلذلك أيها الإخوة الأكارم، ما ينجي الإنسان من المهلكات التي تكلمنا عنها سابقة، إنما أن يكون الإنسان مقتصدا في حالة فقره وفي حالة غناه، لأن هذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. أو ما يقول ربنا عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء الله عز وجل ليس حكرا على المسلمين أو على فلان أو علان، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن بالمقابل ينبغي عليك إذا أعطاك الله فلتعلم أنه لسوف يسألك. لذلك في القرآن الكريم سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. نلاحظ في القرآن الكريم في هذه الآية بالذات أن سيدنا إبراهيم دعا للبلد الحرام بالأمن، ودعا بأن يرزق أهله، والمقصود بأهله من آمن منهم بالله واليوم الآخر، كأنه يقول لا ترزق الكفار. لكن الله عز وجل رد واستجاب فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا.
يعني حتى الكافر أنا أعطيه، ولكن ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الكافر يعطيه الله عز وجل الماء، يعطيه المال، يعطيه الأمطار، يعطيه الزرع، يعطيه كل ما يعطي المسلم، لأن هذا خلق من خلق الله وهو ابن آدم. فلذلك إذا أردت أيها الإنسان أن تنجو من هذه الحياة، أن تنجو من تلك المهلكات التي تكلمنا عنها سابقا، ينبغي أن تكون عادلا في حالة غضبك ورضاك، وأن تقتصد في حالة فقرك وغناك. الأمر الثالث ما ينجي الإنسان كذلك، وقد تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالذات، وخشية الله في السر والعلانية. الخشية أيها الإخوة الأكارم هي أكبر من الخوف، ومنهم بعض العلماء من جعلوها قاصرة على من الله عليه عز وجل بالعلم. لذلك جاء في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كأنه يقول إن الخشية محصورة للعلماء تجاه ربهم، لأن الإنسان يخاف، هناك ناس تخاف ولكنها لا تخشى، ولكن من يخشى يخاف. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخشية الله في السر والعلانية. ما معنى ذلك؟ يعني الإنسان لما يكون في حالة سره يخشاه، لما يكون بينه وبين الله لا يراه أحد سوى الله جل ذكره يخاف ويخشى. أما إذا كنا أمام الناس نخشى الله، نصلي أمام الناس، نتصدق أمام الناس، ندعي أننا عادلون وأننا ما شبه ذلك مقسطون وأننا وأمام الله وإذا خلونا فعلنا كل شيء. هذا إذا كان الإنسان على هذه الخصلة لا يزال على شائبة المهلكات. فإذا أردت أيها الإنسان أن تنجو، أن تخشى الله في سرك وعلانية، وهذا ما يسميه العلماء بالإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص أن تعبد الله ولا تريد الجزاء من أحد سوى الله. لما أنا إنسان أعين إنسانا، أقول هذا الإنسان لولا فلان ما أعنته، يعني هذا الإنسان ذهب أجره، لولا فلان ما أعنته. طيب وأين الله؟ لولا رب فلان، لولا الله عز وجل، لولا وجه الله. فالإنسان دائما يكون في عبادته بشتى أنواعها، العبادة القولية واللفظية والمالية وكل عبادة الجوارح، عبادة القلوب، أن تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. وهذا هو الإخلاص أيها الإخوة، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له، لأنه جاء في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، لا يفعل بهذا العمل شيئا ربنا عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما إذا كنت تعبد الله وأنت ليس مخلصا ذهب عملك، لأن من شروط قبول العمل أن يكون لله. ولذلك شيخ الإمام البخاري أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح، شيخه يسمى الربيع بن خثيم، يقول كلمة تكتب بماء الذهب، قال: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. ما معنى هذا الكلام؟ كل ما لا يراد به وجه الله، كل شيء تفعله لا ترجو وجه الله به يضمحل، يعني يزول ويفنى ويبلى. فإذا أردت أيها الإنسان وجه الله عز وجل فلتعلم أن وجه الله عزيز، فلتعلم أن لقاء الله عزيز. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن المنجية الثالثة لها علاقة متينة بالله عز وجل، لها علاقة بسر الإخلاص الذي هو سر من أسرار المولى عز وجل يقذفه في عباده المصطفين. فلذلك أيها الإخوة الأكارم، الله الله في المنجيات،
فأما المجريات فالعدل في الغضب والرضا، وخشية الله في والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا هاته المنجيات، أن يجعلنا متبعين لها مبتعدين عن المهلكات. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من هول يوم القيامة، وأن يريدنا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب من كفيه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قف للربيع تحية وسلام، واسجد لربك صانع الأيام. إن الربيع ربيع القلوب فاعتبر، ليس الربيع قصائدا وكلاما. يا ربيع القلوب، يا ربيع القلوب.